مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. الحوثيون يستوطنون صنعاء، مباني فارهة تزحف على جثث الفقراء. أمين عام الأمم المتحدة يجدد ثقته في جريفيث ويؤكد للرئيس هادي أن مبعوثه يتصرف بشكل متوازن. وفيسبوك يطلق عملته الرقمية المشفرة العام المقبل. تشهد شوارع العاصمة صنعاء منذ 4 أعوام بناء عمارات وأبراج سكنية فارهة، لكن ليس لكل ساكنيها بل لفئة معينة كما يقول موقع قناة بلقيس. أهالي حي سكني في صنعاء أكدوا للموقع أن المبنى الضخم الذي يشيد بالحي تعود ملكيته لقيادي حوثي اشترى المكان بمبلغ 160 مليون ريال، وفيه مبنى تم هدمه لتشييد مبنى حديث وباذخ. وفي شارع الرقاص بصنعاء ينتصب برج يتكون من 10 طوابق بواجهة زجاجية، وفي الجهة المقابلة له تتخذ امرأة مع طفلتيها طوال ساعات اليوم مكانا لتحصل على عطف المارة والتصدق عليها بما تيسر من النقود والطعام. مباني أخرى تتناثر على امتداد العاصمة صنعاء التي تغرق في وحل الفقر الذي يتسع أكثر فأكثر. فالمباني الفارهة تعكس مظهر ثراء كبير، وهي أحد المكاسب التي حققتها قيادة حوثية من الحرب. قبل أكثر من عام تحدث ناشطون بأن أسرة تنتمي لميليشيا الحوثي كانت تعيش حياة بسيطة ولا ثروة لها، ومع سيطرة الحوثيين على مساحة من جغرافيا اليمن وتولي أفرادا من هذه الأسرة مناصب قيادية مهمة في هيكل الوظيفة العامة للدولة، امتلكت ثروة كبيرة وتوجهت لتشييد بنايات عملاقة. يقول خبراء اقتصاديون لبلقيس نت إن مظاهر الثراء التي برزت للسطح على قيادة حوثية بالعاصمة صنعاء في ظل الحرب كشفت حقيقة أن الميليشيا نهبت احتياطي البنك المركزي اليمني المقدر ب4 مليارات و700 مليون دولار، وأموال الصناديق أو صناديق التقاعد البالغة حوالي 800 مليار ريال وغيرها من الأموال لتكوين ثروات مهولة. في استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف غالباً ما تتفوق السياسة على الأدلة، هذا ما قاله الكاتب إريك روزانت في مقاله المنشور في موقع الغد الأردني، أضاف فيه: الأدلة التجريبية التي تشير إلى أن الدين أو الإيديولوجيا محفز أساسي للتطرف العنيف قليلة، فالتشدد بالأساس مسألة اجتماعية يمكنها أن تؤمن الفرص لعوامل دافعة جوهرية أكثر، لكنها تظهر للعيان بشكل أقل. وعادة ما تبين دراسات الحالة مظالم غير دينية وغير إيديولوجية، مثل الفساد والظلم والتفاوت الاقتصادي والتمييز السياسي. وعادة ما لا يكون أولئك المجندون في مجموعات محاربة أو الذين أصبحوا متشددين وقاموا بارتكاب أعمال عنف متطرف محفزين بالدين، لكنهم بدلا من ذلك يرون الدين طريقة لمعالجة مظالمهم وليحقق لهم وعد المغامرة والانتماء والتحول إلى أبطال. على الرغم من هذه الاستنتاجات، يشكل الدين موضع تركيز الكثير من سياسات مكافحة التطرف العنيف وبرامج الحكومات في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا بل هو تركيز يفوق اللازم، وعادة ما يتم التشديد على تعزيز التفسيرات المعتدلة أو المسالمة للإسلام، ويتضمن ذلك قمع المجموعات الدينية غير العنيفة التي تنظر إليها النخبة الحاكمة على أنها تتبنى آراء متطرفة، وغالبا ما يتم ذلك بدعم أو تشجيع من الحكومات الغربية. غالبا ما تتفوق السياسة على الأدلة عندما يتعلق الأمر بالدين ومكافحة التطرف العنيف، ولا سيما في هذا الجزء من العالم. أولا، يسمح التشديد الزائد على الدين والإيديولوجيا بشكل ملائم بإبقاء التركيز منصبا على سلوك المتطرفين العنيفين ودعايتهم وليس على الظروف الاجتماعية الاقتصادية أو السياسية في المجتمع، والتي قد تتحمل الحكومة بعض المسؤولية عنها. تصور التحديات أمام محاولة بناء تحالف عالمي من أجل هزيمة ما يعرف بتنظيم داعش لو سعت الولايات المتحدة إلى التركيز على معالجة الدوافع الهيكلية للتطرف العنيف وعلى ما يغذي مشاعر التهميش والإقصاء والاغتراب والمعاملة غير العادلة التي يمكنها أن تجعل الأفراد قابلين للتأثر بدعاية تنظيم داعش وغيرها من الدعاية المتطرفة.
الموقع بوست يعنون: سخرية واسعة بعد منح إماراتي اليمني وظيفة في مطار ريان كجائزة تلفزيونية. وفي التفاصيل يقول الموقع: أثار منح مذيع إماراتي مواطنا من أبناء حضرموت وظيفة حكومية في مطار ريان بالمكلا موجة سخرية واستغراب كبيرين بين أوساط الناشطين والإعلاميين. مقدم برنامج قلب اطمئن المذيع غيث الإماراتي ظهر أثناء إحدى الحلقات وهو يقوم بمنح أحد المستهدفين في البرنامج وظيفة كاملة في مطار ريان. يمنيون أبدوا استغرابهم من الصلاحيات التي يمتلكها الإماراتي مقدم البرنامج حتى يمنح أحدهم وظيفة في مطار ريان بالمكلا، وهو مطار حكومي وسيادي. وفي وقت سابق وبحسب الموقع، انتقد ناشطون رفع علم الإمارات بدلا من علم اليمن فوق مطار ريان الدولي الذي تتخذه الإمارات كأحد سجونها السرية في المناطق المحررة. وكانت تحقيقات وتقارير دولية قد كشفت عن سجون سرية في جنوب اليمن أنشأتها الإمارات، من بينها مطار ريان بالمكلا، لممارسة التعذيب الجسدي والجنسي بحق المعتقلين والمخفيين قسرا. أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين كما قال موقع يمن فويس: تعرض 3 مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون ميليشيا الحوثي بصنعاء. وكشفت الرابطة في بلاغ صحفي عن وفاة محمد المسعودي من مديرية الدريهمي في الحديدة، والذي اختطفه الحوثيون في 19 من أبريل الماضي، وظل مخفيا حتى سلم الانقلابيون جثته لأسرته الأسبوع الماضي وعليها آثار تعذيب شديد. كذلك أكدت الرابطة أن وفاة عادل محبوب بعد اختطافه بأيام جراء تعرضه للصاق بالكهرباء من قبل المدعو عمار محمد حسن شريف المكنى بأبو إسلام، وظلت جثته لعامين في أحد مستشفيات صنعاء حتى أبلغت أسرته الأسبوع الماضي بوفاته. وتوفي أيضا علي بن علي سكين من مديرية أسلم بمحافظة حجة بعد أن اختطفه الحوثيون مطلع شهر رمضان الحالي، وعند تواصل أسرته بالميليشيا أخبرتهم أنه ينتظر التحقيق، لكن هطول الأمطار على القرية كشفت أنه قد قتل ودفنت جثته في الوادي وأظهرها السيل. الرابطة طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ العقوبات الرادعة ضد قتلة المختطفين والمخفيين قسرا. كشفت أو كتبت رشا عمران في جريدة العربي الجديد مقالا بعنوان كرمال جافة ناعمة، قالت فيه: هذا ليس حسابا رياضيا أو رياضيات فلا تتوقف عنده. يقول الطبيب المعالج لشاعر يسأله أن يحدد له الوقت المتبقي له من الحياة، إذ ما زال لديه مزيد من الكتب ليعمل عليها، ويريد أن يعرف ما تبقى له من الوقت لينظمه وينجزها كلها. لكن الوقت المتبقي لا يمكن حسابه بالأيام والساعات والدقائق، الوقت خارج العملية الحسابية، فهو ليس معادلة يمكن استنباط نتائجها. الوقت مرتبط بالكينونة الشخصية بكل ما تعنيه هذه الكينونة، ليست فقط الكينونة المادية بل الأهم الكينونة النفسية. مقدار رغبتنا بالحياة على الرغم من الألم، قدرة على المقاومة حتى الرمق الأخير، الإصغاء إلى صوتنا الداخلي وما يوحي إلينا به. ماذا لو كان كل منا يعرف تاريخ رحيله؟ ما الذي كان سيحدث؟ وكيف سيكون حال البشرية وقتها؟ أكاد أزعم أن لو شيئا هكذا كان موجودا لتغير تاريخ البشرية عن بكرة أبيه. يعيش كل منا وهو يظن أنه يعيش للأبد، وأن الموت الذي يأخذ الجميع لن يجرؤ على الاقتراب منه. جميعنا في مكان ما داخلنا نفكر على هذه الشاكلة. لو أن كل منا يعرف تاريخ رحيله، هل كنا نفعل ما نفعله الآن في حياتنا؟ أظن أن الجواب سيكون لا، أو على الأقل كنا سنفعل ما نفعله الآن بطرائق مختلفة. تخيلوا لو أن شيئا هكذا يحدث، لن تكون هناك كراهية، إذ لا داعي لأن أكره من أعرف أنه يعرف موعد رحيله، كمن حجز تذكرة سفر بتوقيت محدد حتى لو كان وجوده ثقيلا علي. سأتعامل معه بحب، فهو سيغادرني في وقت يعرفه وأعرفه أنا. أظن لو حدث شيء هكذا لربما كانت الحياة أكثر جمالا وهدوءا وسلاما، وربما لما كان الفن قد وجد. فالفن هو حاصل سؤالنا الأبدي: متى وأين وكيف؟ هو حاصل علاقتنا المركبة مع الوقت وعراكنا الدائم معه. الوقت الذي نظن أننا نسيطر عليه، بينما يمسكنا هو بقبضته ويراقبنا ضاحكا ونحن نتسرب منها كرمال جافة. قالت الصحيفة الفرنسية لوفيغارو إن الرئيس هادي اتهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بالوقوف إلى جانب المتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم قواته،
منذ عام 2014 في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وفي هذه الرسالة التي حصلت وكالة فرانس بريس على نسخة منها يوم الجمعة، قال الرئيس هادي إنه سيعطي فرصة أخيرة للمبعوث الخاص مارتن جريفيث لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر بالسويد بين المتحاربين. الرئيس المنفي في الرياض منذ عام 2015 كما تصفه الصحيفة اتهم جريفيث بالسماح للمتمردين بالبقاء في مدينة الحديدة بما في ذلك ميناؤها. وقال هادي في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أود التأكيد أيضاً أنه لا يمكن أن أقبل باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها مبعوثكم الخاص والتي تهدد بانهيار فرص الحل التي يتطلع إليها أبناء الشعب. وفي 16 من مايو مارتن جريفيث حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أنه رغم انسحاب المتمردين فإن اليمن ما يزال يواجه خطر حرب شاملة. وقال إن الحكومة اليمنية والحوثيين الحكومة اليمنية والحوثيين مواصلة إعادة نشر القوات في الحديدة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع. بعد تلقي الأمين العام للأمم المتحدة رسالة من هادي، رد عليه كما قال المصدر أونلاين بتجديد الثقة الكاملة في المبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث وعمله. المتحدث باسم الأمين العام دوغاريك قال إن غوتيريش أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين الحكومة والحوثيين للوفاء بالتزاماتهما التي أعلنها في ستوكهولم، وسيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع. وكثفت الحكومة من انتقاداتها لمبعوث الأممي بعد قبوله إعادة انتشار أحادية للحوثيين في موانئ الحديدة منتصف الشهر الجاري، ووصفتها الحكومة بأنها مسرحية تخالف اتفاق ستوكهولم. يضيف الموقع: لم يتضح حتى الآن موقف الحكومة من الرد الأممي وقبولها استئناف التعاطي مع جريفيث من عدمه. وفي الشأن العالمي نقف على مقال في افتتاحية صحيفة القدس العربي بعنوان: أوروبا مهددة بالتفكك، ماذا عن العالم؟ تقول الصحيفة. قدمت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي استقالتها قبل يومين من إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في اعتراف بفشلها في إخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وإذا كانت استقالة ماي مؤشراً على الانسداد السياسي الذي أدى إليه قرار البريطانيين الخروج من أوروبا في استفتاء عام 2016، فإن هذا لا يعني أن الانسداد خاصية بريطانية، حيث حذر رئيس وزراء إيرلندا ليو فاراداكار أمس الجمعة من أن بلاده تدخل مرحلة خطيرة جداً. غير أن أكثر الشهادات قسوة جاءت من وزير خارجية فرنسا جانيف لودريان، الذي قال إن أوروبا مهددة بالتفكك والخروج من التاريخ، وأن القارة صارت ساحة رهانات بين قوى تريد تفكيكها. سيؤدي دخول نسبة وازنة من أحزاب اليمين الشعبوي إلى البرلمان الأوروبي إلى التضييق الشديد على المهاجرين، وفي الوقت الذي يكره هؤلاء العرب والمسلمين والأفارقة والمهاجرين عموما، فإنهم على علاقات جيدة مع أنظمة العرب المستبدة. تحدثت هذه الأحزاب في اجتماعها مؤخرا في ميلانو الإيطالية عن سعيها إلى تغيير التاريخ، وهو أمر كثير من السياسيين والمعلقين ذكره. كما تحدث بعض زعمائها عن رغبتهم بانتهاج نهج ترامب في الدفاع عن مصالح بلاده، ولكن إذا كان هذا ممكنا للولايات المتحدة التي تعتبر أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، فإن دفاع هؤلاء عن مصالح بلادهم سيعني الاختلاف بداية مع جيرانهم الأوروبيين على ما هو حاصل حاليا بين إيطاليا وفرنسا. وإذا كان هذا هو حال أوروبا التي تعتبر مجتمعة أكبر اقتصاد عالمي، فماذا سيحصل في الهند التي فاز فيها حزب جاناتا الهندوسي مجددا في علاقتها مع جوارها وخاصة باكستان، وكلتاهما دولتان نوويتان، أو أمريكا اللاتينية التي انتخبت أكبر دولها البرازيل شبيها متطرفا لترامب؟ وماذا سيحصل في العالم العربي مع إفلات ترامب عقال إسرائيل على الفلسطينيين وتحالفه مع أنظمة عربية تتعامل مع البشر بالمنشار والتعذيب والخطف؟ وفي الأخبار المنوعة تقول صحيفة الشرق الأوسط أن موقع فيسبوك يستعد لإطلاق عملته الإلكترونية المشفرة الخاصة في العام المقبل، حيث يخطط الموقع العالمي لتأسيس نظام رقمي للمدفوعات في 12 دولة بحلول الربع الأول من عام 2020. ويدير عملاق مواقع التواصل الاجتماعي البدء في اختبار عملته المشفرة التي أطلق عليها اسم جلوبال كوين
بحلول نهاية هذا العام. والتقى مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ مع محافظ بنك إنجلترا مارك كارني الشهر الماضي لمناقشة الفرص والمخاطر التي ينطوي عليها إطلاق العمرة المشفرة، كما يسعى أيضا إلى طلب المشورة بشأن المسائل التشغيلية والتنظيمية من مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية. ويجري فيسبوك أيضا محادثات مع شركات تحويل الأموال بهدف الوصول إلى أرخص وأسرع الطرق التي تمكن الأشخاص الذين ليس لديهم حساب بنكي من إرسال وتسلم الأموال بطريقة آمنة. ويحاول الموقع وموقع التواصل الاجتماعي الأكبر عالميا إقناع التجار بتبني عملته الإلكترونية في التعاملات الصغيرة على الإنترنت كبداية، وإقناع البنوك والوسطاء بالمساهمة في عملية استبدال الدولار والعملات الدولية الأخرى بالعملة الرقمية. أعلنت هيئة بي بي سي كما ذكر موقع عربي 21 عن برنامج حواري كوميدي جديد يدير المقابلات فيه فلاديمير بوتين افتراضي. ويحمل البرنامج عنوان Tonight with Vladimir Putin، يجري فيه الرئيس الروسي وهو شخصية افتراضية صممت بفضل تقنية الرسوم المتحركة الرقمية بالأبعاد الثلاثية مقابلات مع ضيوف هم بشر فعليون وأمام جمهور بشكل مباشر. بي بي سي ستعرض حلقتين الشهر المقبل، وفي إحدى الحلقتين يحاول الرئيس الروسي الخوض في موضوع حقوق المرأة، وفي الحلقة الثانية يظهر أليستر كامبل مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يشكره بوتين الافتراضي على التسبب بفوضى رهيبة. وشددت بي بي سي على أن الرجل القوي المفضل في العالم بأسره الذي يواجه الدببة فلاديمير بوتين حقق أخيرا هدفه الأساسي بأن يكون له برنامج حواري عبر بي بي سي. وأضافت الشبكة: انسوا السياسة الدولية، هذا البرنامج الحواري الذي سيشتهر في العالم بأسره قريبا يشكل الانتصار الحقيقي أو النهائي لفلاد زعيم العالم الحر. ويأتي الإعلان عن البرنامج في أجواء توتر بين روسيا وبريطانيا منذ تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سيركليبال العام الماضي في سلسبري، وهو الحادث الذي نسبته لندن إلى موسكو والأمر الذي نفته روسيا. صور ذات طابع سياسي وأخرى تحمل طابعا جماليا تنشرها صحيفة ديلي تيليغراف، ونحن نعرضها لكم في جولتنا المصورة. نتابع. ومن الصور إلى الرسوم التي تنافس اليوم الصورة والكلمة، فقد دخلت عبر فن الكاريكاتير، ذلك الفن الساخر الذي يختصر آلاف العبارات ومئات الصور في رسمة واحدة. نتابع. وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.